لا يعني قطعوا عنا الوقود وقطعوا عنا المية والكهرباء، لكن ما قطعوا عنا الانتماء. أنا نفق البنزين من سيارتي واضطريت أتركها في المكان اللي أنا أويت له في البريج، واضطريت أشتري دراجة هوائية وبروح تقريبا 15 كيلومتر رايح جاي على غزة على مركز الأمراض المزمنة حتى أتابع المرضى تبعتي ونشوف المرضى اللي في مدارس الإيواء الآخرين. وبعض الأحيان بنعمل زيارات بيتية لبعض الحالات الجرحى اللي ما بتقدر توصل. ومن بعض الصعوبات أحيانا بتكون حكاية إنه في الشارع نفسه بيكون في قصف والشارع بيكون مقلوب من رأسا على عقب، فبضطر بدل ما أمشي على البسكليت أحمل البسكليت على كتافي وامشي فتره لغايه ما اتجاوز الردم والدمار اللي حاصل حتى اخش في الشارع المعبد اللي اقدر اوصل فيه. وبتوقع يعني فيش طبيب في غزه الا عنده القدره انه يعمل هيك واكثر كمان، لانه